حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق؟ قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار ويونس: هذا هو يونس الإسكاف. وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنسا يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قال: قلت: أكله؟ قال: قبله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان، ويقال محمد بن صيفي، وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك. قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله. وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية
عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح. قال: وسمعت محمدا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابنا محمد بن الحنفية، وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم. قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد، فذكر نحوه. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة: وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. قال: وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب. قال أبو عيسى:
هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة، وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة اسمه جرثوب، ويقال جرهم، ويقال ناشب. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة، عن أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. ثم قال: يا رسول الله، إنا بأرض صيد، فكيف نصنع؟ قال: إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكي فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواية مالك وابن عيينة أصح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه
وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال: وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. قال: وفي الباب عن أنس. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال: حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. حدثنا أبو رجاء، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وفي الباب عن ابن عمر. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، حدثنا عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه قال أول مرة الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مسجدنا. وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة
وقرة بن إياس المزني وابن عمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن مدوية، حدثنا مسدد، حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو عيسى: هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد: الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله، فقال لأصحابه: كلوه، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه، وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان أبو خلدة خيارا مسلما. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق الباب، وأوكئ السقاء، وأكفئ الإناء أو خمر الإناء، وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف آنية، وإن الفويسق تضرم على الناس بيتهم. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. قال: وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قالا: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال: وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه غير يحيى بن حسان. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قالا: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا وأشهر، وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجدوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت
فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهيل. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي 8. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال: 6 غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي يعفور فقال: 7 غزوات. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد والمؤمل قالا: حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو يعفور اسمه واقد، ويقال وقدان أيضا، وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره، وأهلك صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة، فقال: أدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقال بريه بن عمر بن سفينة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن بشار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا قتيبة، حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا
فلا آكل متكئا. قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر، وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وابن سعيد وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث، وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وفي الحديث كلام أكثر من هذا. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن فضاء، حدثني أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة، وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سلمان بن حرب، وعلقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني. حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث قال: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم، منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد، حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يجعل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: نعم الإدام أو الأدم الخل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ.
فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل: تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن ديثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع قال: وحدثنا قتيبة حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع، المعنى واحد، عن أبي هشام يعني الرماني عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام،
وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل، حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال: هل من طعام؟ فأوتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر، وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى، ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أوتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب، عبيد الله شك، قال: فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن ميمونة المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة، يعني الدباء، فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعامنا. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه على الشك فقال: أحبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا،
حدثنا أبو داود سليمان بن معبد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى. حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائشة وشريح بن هانئ عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن يعلى الكوفي، حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعن بسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال أدن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال أبو عيسى وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة، وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث، وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره.
وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني، حدثنا محمد بن جعفر المدائني، حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه.